عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخر مره كنا لعبنا فيها لعبه ليتل نايت مير 2، تمام. الناس كانت اقترحت كام لعبه كده، كانت تعتبر كان شبه الموضوع دوت. يعني كان في ناس قالت ليمبو، وكان في انسايد، وكان في ليتل نايت مير 1. اللعبه دي بتتكلم عن ايه؟ هي تعتبر نفس الجو بتاع ليتل نايت مير. هي المفروض ان هي بتحكي عن ولد المفروض ان هو بيلاقي نفسه وسط دارك بروجكت او مشروع مظلم. الناس كده بتكنترول ناس تقريبا، بتحوله من زومبي تقريبا، حاجه زي كده. والمفروض ان هو بيحاول ان هو يهرب من اللي بيحصل دوت. مش هحرق الموضوع عامل ازاي، انتوا كده كده هيبان من اللعبه يعني. فلو انتوا حابين الموضوع دوت وحابين الجو بتاع الالعاب دوت يا جماعه، يعني يا ريت لايك وسبسكرايب لو انتوا جداد في القناه وحابين انتوا تشوفوا الفيديوهات ديت معانا يعني. واحتمال نعملها استريم، ممكن نقفلها على الفيسبوك يبقى في حلقه واحده كده مع بعض يعني. فقولوا لي لو انتوا عاجبكم الموضوع دوت، يعني يا ريت تقولوا لي دوت في الكومنتات. فخلونا نخش يا ريس على اللعبه. هي فين؟ ايوه، بس هي اللعبه الجرافيكس بتاعها حلو جدا، والمود بتاعها والجو يعني عايز اقول لكم ان هو عالي قوي. حتى انتوا هتلاقوني ان انا مش بمنتج في الفيديوهات اللي زي كده الله بسيط جدا، عشان ما بوظش المود بتاع اللعبه او الحاله بتاعت اللعبه، عارف انت. فخلونا نبدا يا ريس وربنا يستر. ايه بقى المفروض؟ اوكي عارف انت. اوكي هو بيدينا بس حاجات كده، عارف انت، اللي هو بنسخن حاجات بسيطه. ده تقريبا اللي هم الناس اللي هم بيشحنوا الناس تقريبا، دولت اللي هم شغالين على اوكي ما علينا. قربينا ما اعرفش اذا كان فيها حاجات مرعبه ولا لا، بس ما يعني ما يعني هي فيها رعب اه، بس مش الجو الرعب اللي احنا متعودين عليه اللي هو الجامب سكير والحاجات دي. لا رعب اللي هو زي كده، عارف، جو سسبنس. باي، ما علينا. فقولوا لي لو انتوا حابين ان احنا نعملها في ستريم وبتاع، عارف، هتبقى الدنيا ظريفة. عادة الحاجات بتاعت الستريم دي بتبقى ظريفة يا جماعة. ونعمل شاي بلبن، عارف انت، انا اريد اعمل شاي بلبن دلوقتي. ريب ده في كلب معاهم. ريب اوكي انا عرفت اللعبه دي هتبقى نظامها عامل ازاي. نظام جو سسبنس وبتاع. في كلب عمال بي ما علينا. في كلب عمال بيهوهو. لول شوفوني ولا ايه؟ ريب انا اتشفت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اوكي اللعبه سسبنس يا جدعان، جو سسبنس كده مش مفهوم. اشت ما علينا. لا بس الجو بتاعها حلو بصراحه، الجو تشيل كده لطيف اللي هو روقان، عارف. احنا بنسجل اصلا، بنسجل اهو. ايه بقى داخلين على ايه؟ او تقريبا كل مدى تقريبا بيصعب لك الموضوع شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. عربيه صح؟ ريب اجري يا ريس، اجري يا ابو عمو. ولا لا اله الا الله، ده ايه الجو ده؟ وبز عربية تانية؟ ده ايه الدراما دي؟ انا عندي؟ انا عندي صح؟ للاسف انا عندي. لول ولا
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده في كلاب. استنى يا اسطى، الو ويت يا ابو عمو، ويت، الله يخرب بيوتكو. لا حول ولا قوة. بوي ده ايه السسبنس ده؟ اوكي ده في ناس فوق. اوكي ما علينا، خلينا نكمل من تحت المايه شوية، بس احنا نعدي الحتة اللي فيها الكشاف. ابو عمو متريحش، باي يا اخوانا، دارك بروجكت يعني مش هزار يعني. لا اللعبة ممتعة، اللعبة بصراحة لطيفة. انا طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم، لان في ناس كتيرة جدا عايز اقول لكم ان هي عملت ريكومنديشن للعبة دي كتير، غير ان اصلا الريفيو بتاعها جامد جدا يعني. نكمل على كده على طول. ايه الجو ده؟ جماعة الجو برضك يعني يستدعي ان الواحد بعد البتاع دي يتفرج على فيلم، عارف انت، بنفس الجو دوت. فيعني يا ريت نعمل ريكومنديشن في الكومنتات لافلام شبيهه للجو ده على سبيل المثال يعني. ويت، ايه نكمل صح؟ الله ده في كتاكيت، الله ده ايه جو الكتاكيت دي؟ ايه ده؟ هلا والله شباب. ايه جو الكتاكيت دي يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه الجو ده؟ وانا بقى اوكي لزاز اوي. اوكي طيب ماشي، واضح ان هو هيطلع هنا. هو تقريبا بيديك يعني زي هنت كده او علامة اللي هو انت هتطلع من ايه، لما اول ما الولد دوت بيقعد يبص عليها، بيقعد يبص على الحاجات اللي هي المفروض ان انت هتعملها يعني. تقريبا والله اعلم احنا هنعمل الكهرباء صح؟ اوكي، وتقريبا احنا هنعدي الناحية التانية بالبوكس اللي فوق دوت. بس ويت، استنى ندخل الكتاكيت. ايوه هنا، يلا يا ولاد. ايه بقى؟ نعدي الناحية التانية؟ فين الكراكيت اللي هنا؟ اوكي تعرفه تقريبا والله اعلم. ويت كده، استنى يا عم، ايوه ويت ايوه هولد، هيضربوا البوكس دوت، البوكس ده هينزل، انا عدي مخ حركتها. اشتا حلو ده. احنا بقى بنسجل تقريبا 10 دقايق، بقى لنا 10 دقايق بس الموضوع عمال بيتطور حاجة. تقريبا احنا هنلاند على البتاعة اللي تحت دي اللي فيها هؤلاء الحاجات. طيب ما علينا. اوكي تقريبا هنوض العربية. حلو ده، لذيذ الجو ده. استنى يا عم، اخر مرة لما انا عملت اللي هي سوبر المانيال دي تمام، اضطريت ان انا اعمل كات كتير جدا، وبعدين اتضايقت بصراحة ان انا كنت عامل كات في الفيديو، لان الفيديو كان المفروض كان يبقى رايق بزياده،
وبعدين لما قفلناها في الاستريم عملناها في ساعه، فده اللي خلاني بقى اللي انا ايه مش عايز اعمل كات في اللعبه، لان كات في الالعاب اللي زي كده لانها بصراحه بتبقى مود، وعارف عارف انت بيبقى لها جو كده طقس، فانا مش عايز ان انا ابوظه عارف. الله ايه ده، فيه الله ولا عبيط، يا يخرب بيتك. داي الله تعال يا عم، ما علينا مش عايز اعرف انا عملت ايه. تعال الحته دي بقى تقريبا هتبقى فيها جو وتفكير كده مش مفهوم تقريبا. هو فين؟ اوكي تقريبا دلوقتي الناس الزومبي ده اللي احنا هنستخدمهم تقريبا. ويت ايوه مع بعض يا ولاد، يلا يلا مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض. لا 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 ايوه شكرا لطيف قوي. وبص نروح فين من هنا؟ وبص شمس، يعني كنت حاسس ان احنا مش هنشوف شمس خالص في البتاعه دي. بس الجو بتاعها ظريف. في لعبه تانية بس على الموبايل اسمها مش عارف سكاي ايه كده، كان حد برضك كان قال عليها ودخلت قعدت العبها على الموبايل شويه، لعبه جامده جدا. مشكلتها حاجه واحده بس، ان انا مش عارف الاقيها على البي سي، وصعب ان انا يعني مش عارف العبها حتى كايميليتور على البي سي. بس اللعبة يا صباح الجو يا جدعان، هبقى احط لكم الاسم بتاعها في ال ايه ده؟ اوكي 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 ويت، احنا نسينا اصلا كنا المفروض هنعمل ايه؟ تمام هنمسك في السلسلة ويت كده، هبقى احط لكم اسمها او صورتها مثلا في البتاعة دي على الفيديو عشان تعرفوا ان هي بس اللعبة حلوة جدا، صباح الريلاكسيشن يعني. وبص جو العصافير ده اوكي ويت، ويت طبعا عشان الحته دي فيها تقريبا هاري كتير تقريبا كده، والله اعلم فيها هاري كتير. ايوه زوق البتاع دي كده. ايوه انا عايز اقول لكم ان انا قبل ما اسجل الفيديو قعدت لي شويه ان انا العب اللعبه تمام عشان افهم اللعبه ايه نظامها. ففي حاجات لان انا عارف ان انا لعبت البازل دي مش عايز ان انا يعني اطول فيها كتير، ساعات بيحصل فيها حوارات كده مش لطيفه وبتطول بزياده يعني. ففي حاجات انا اوريدي عارفها وفي حاجات لا مش عارفها، انا عشان الحته دي منيله ويت مثلا يعني عارف انت. اوكي عشان العاب بتاع البازل دي انا ببقى ايه لا ببقى مش عايز ان اللعبه نفسها تطول مني عارف، وما بحبش ان مش عايز ان انا اعمل كاتات كتير. اوكي تقريبا هننزل لو عملنا كاتات كتير في دي بتبقى مش حلوه، فعايز يبقى الفيديو يبقى سلس. فقعدت لعبت لي شويه كده قبلها، عايز اقول لكم ان انا انبسطت جدا يعني تمام، وقلت بقى خلاص ما بديهاش بقى، يلا بينا ايه نسجل عشان واضح ان البتاع هننبسط. ايه ده فيه؟ اوكي الحمد لله.
انا الكهرباء ولا ايه؟ مش فاكر انا نيلت ايه هنا. نكمل على طول، نكمل على طول. راب ايه بقى؟ الحته دي حلوه. ايوه ايوه مع بعض يا ولد. ايوه المفروض ان انا اسلمهم عند الحيطه وخليهم يرجعوا، فهيرجعوا مع بعض. لا ارجع ارجع هي سوبر ميلينيوم دي ولا لما احنا لعبناه كان برضه كان فيها نفس الهاري ده. المينيوم المينيال تقريبا. هاي بنا ايه بقى؟ فقولوا لي يا جدعان لو انتوا حابين ان احنا نبقى نكملها في ستريم ممكن نقفلها في هي تنتهي في ستريم واحد، مش هنعمل منها حلقات كتير يعني، ممكن نخلصها على طول. راب راب مش عارف ليه فكرت ماكس بين، معرفش ليه ماكس بين اللي هي الجزء الاولاني. رجع رجع جو وطقس وحاجات وله في بيتك. طيب طيب هم عمالين مسيطرين على الناس تحت. اوكي ايه جو ايه عن في افلام كانت شبه الجو دوت. اكتبونا في الكومنتات يا اخوانا، شاركونا بآراءكم وتعليقاتكم في هذا الفيديو الجميل. ايه يا بامو يلا 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 بينا يلا بينا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ولا ارجع يا كلمة. مش كان الحاجات دي اصلا ممكن تقتلك على طول، ما بتاخدش وقت عارف. لا 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 ويت انا المفروض كنت اعمل حاجة تانية. استنى يا عم لا هنرجع تاني. ويت شكرا. المفروض احنا نعدي نخش الاسانسير دوت. بالظبط يعني المفروض نروح الاول نفتح الاسانسير وبعد كده نروح نصحيهم بقى. اوكي ماشي ايش ترست يلا ارجع. هو المفروض نبقى احنا ورا العمود. بص انا ما بحبش ان انا اشوفه هو بيموت عشان الواد بيصعب عليا بصراحه جدا يعني. اوكي 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 باي. يا من لعبت به. ما علينا ما علينا. لا الفيل بتاع اللعبه حلو عارف انت، عايز شاي بلبن. ميسا ميسا ريس يلا بينا. هلا ابو عمو. ولا 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 ريب ريب. الحته دي مسخره، الحته دي مسخره. ويت يعني المفروض ان انا امثل ان انا زيهم
بتاع دي هتفضل مراقباني كده، لو انا عملت اي حاجة غلط تمام هتجاب. رعب. رعب. استنى يا عم. ده فيها جامبو وحاجات. ويت. انا مش ماشي بس معاهم في سينك خالص، مفيش سينك خالص في الموضوع. لول. التانيين اللي على اليمين دول هنعمل حاجة تانية خالص. اوكي. اللي انا عملته ده؟ اوكي تعالوا. كنت مستنيهم يلفوا معايا. اوكي انا مش ماشي معاهم خالص بس قشطه. راب. هلاوي. ده ايه السسبنس ده؟ في كلب على اليمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب. بوي أبو عمو. بوي. يا نهار ابيض. اوكي. ويت. انا ترمينها هنزوق الصندوق على البتاعة دي. اوكي. اوكي. هنفتح البيبان فوق على اساس ان احنا تقريبا هنكمل مع الاخ الزومبي اللي فوق اللي احنا اصلا متحكمين فيه. وبينا دي الحته دي هتبقى مسخره شويه عشان دي معقده بطريقه بنت لذينه. خلونا نكمل. ويت. لا إله إلا الله. استنى. ولا تعالى يا دي يخرب بيتك. ايوه الناحية التانية بقى. في جمدان في الحاجات. الحتة دي مسخرة. ويت. رب. لعبة ممتعة بطريقة بنت لذينة. خلوني اوقف لحد هنا. هل نكملها يبقى حلقة واحدة في ستريم على الفيسبوك او نعمل لها حلقة تانية على اليوتيوب؟ وكالعادة يعني يا رب ان عجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات تانية من العاب مختلفة او من انسايت، اكيد تعملوا لايك وسبسكرايب وشوف كل فيديو جاي. سلام. اي لا ماشي. ولا ما معهم سنايبر لذيذة. ماشي.
طلعوا البيت اللي قدامنا هنا. تمام عاش.